الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال عائشة رضي الله عنها قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول في ثلاثة أثواب صدح مرايا لغو كفني بيدن وعد عدو سحولية ومجالنا السحولة اللي إلى اللون اسمه ماشا سالو سمية وقرية باليمن قرية يمن تقول تعالى دركة لغو سمية جري محمودية أيا اللي إلى السحولة دو دركة محمودية وعد عدو من كرسوف بالغ اسمه كرسوف بالغ اسمه كرية ليس فيها قميص كمجر ولا عمامة صدح مرايا بردان ملودي متفق عليه. السحولية بفتح السين وضمها والله من حائل مهملتين سينك اي حال لغني ولا غنيا ولا قبل ثياب ضروية تنسب لون نسبه الى سحولة قرية وباليمن كتالو وبالغالية هم كتالو والكرسفون على قد نصوف كوية. وعنها وعلى نور عائشة رضي الله عنها قال وحيثه فرد رسول الله ما صبح صلى الله عليه وسلم ذات غداة صبح بنه صبح وعليه دشي سنة مركم أيو قبل نبو قعبو قبل مرحل أولا حربي لذا بي ميقو حمول هاوي أبا فعر حربنا كسا سورنا ومن شعر ذلك مرد أصول شعر تقول لك اسم أسود قعب منو قعب منو وقال الله حربي قيل يعني غير كيسي وحاسا كسا كير سورنا وحي يرقابك يقول لك كسا بحي ورامس المرد بكسر الميم هو كساء قعب أدبالي وقعب ولا يرعب والمرحل وحو بالحائل الملأ والذي فيه صورة الرحال الإبل جيل غركيس فعجيل أقول ركوب صديق عرفي سلاس كورا أهانت إنت بنع كله فاطع الوصى وريس رحال الإبل جيل ييجيس ييجي والسيرة يأي خر والسيرة وحي يري جيل الوفولة ركام بدل عقلك الوفولة الهيئية حتى مين فما كان ركوب صديق إنت يري الوفولة يواقل النحو waxay yareeyeen lagu rukuubsan yahay xaalada ayay sida yaacay fardaha yaani kooraha lagu fool fardaha kooraha ilay geelu nakiisa koorna waa la yiraahdaa ayay laakiin Soomaaliga ayay baa lagu yiraahay wax yar oo la saarayo rago lagu talgalay ay wayal akwaaru koorki wayde akool ayay iyo jamcu koorin baa akwaar lagu jamciyo waya geelayeegiisu ayay rusari bala geela baba rukuubsan anagu warkii la dhaaminayo wax yar lagu dhaabiyo wax yar lagu dhaabiyo mugdi waxa daan geel ku fuulno mugdi jiro rukuuba kama dhiganade ay isii la yeeyay tan jira maanta soo gaabilo raad aan meesha iyo daarif ma soo garwado aad iyo ku doon baafade ku dhawaad ma ka soo rukuusay ay baa la qaan geel si loo fuulo soo garwado ina waro doon ma keenay wa an al mughira bin shu'bah wa hal gawri radiyallahu anhu qaal kuntu wa ana ma'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam ja'at al laylati في مصير آية من الأيام لسعودي فقال لي الحرير لا معك ماء يم عالمية يم وضع قلت حالي نعم فنزل وود ينوى عن راحلتي وكذلي ومشى وسعودي حتى توارى إلى أسطر مية في سواد الليل همين كمكتك سوك أسطر مية حلاب يعني نغير بقاقية جديد من الوفع مركز همين كي مكتك وحلاب نوى أسطر مية ونغير قصر ثم جاء ويمد وصان غير فأفرغت عليه النبي وأنا أوصي من الإداوة ويسري أيام أوصي فقتل وجه وجهي سوء بغي وعليه دشي سنة دبة دبة بقية ومن صوف سوء قسم يتوى وأنا أوصي سوء إلى ملك النبي ويسري سنة فلم يستطع ما أسكرنه أن يخرج إنه صابحي ذراعيه لولي صدرنه منها دبة إنه كصابحي يمرك وجهي دقسون دعمي الله دقماها إنه تبدأ جلال الله وقعنت يبقى تبعيه مرضى وقعنت كسر سارة إلى دقل شعوب وقعنت دقل بك عريض بي مغطو يكود جدا يبقى تبقى كود جدا يبقى أصلا أبدا جغرد عريض كيهين وقلال أم الله أميان
marka waa ku dhegtay buu leeyahy marxab xataa akhrajahu maa laba nin gacmood buu soo bixiyo min asfali ljubba hoos buu marka intuu ka furay yuu gacantii inta ka siiyey markaasuu dhaqday markaana uu gacmihi dhaqday dee intay meel laabo waa laami weyn soo maa waa tuulada weyn intuu ka siiyey marka jubbadii dee waa saalan tahay waxaa laga yaabaa inay intaba ka furan tahay marka intuu buu kasoo bixiyey markaas hoos buu ka bixiyey gacanta markaasuu gacmihi dhaqday faqasala diraacayhi buu dhaqay wamasaca biraasihi suma ahawaytu waan hoobtay liyanzica inaan siibo oo qufay kamida labada qof buu qabay inaan ka siibo si uu lugaha u dhaqdo dadka yani sulaxada ay loo khidmayn karaa xadiidka laga qaadanaya marka inaan qufaynka ka siibo ayaan damcay yuri faqaala yuri dachumaa ka tag buu yii nabigu iska daa faini anigu adqaltuhumaa waan geliyey faahirateyni xaalay ayuu daahir baan ku xirtay wamasaxa calayhimaa markaasuu masaxday qufaynki umas mutafaqun caleyh qofka musaafirkaa saddex beri uu masaxanayay kii muqiimka iyo yowmiya waleyli masaxanayay laakiin uu marka hore waa inaad dahaaro ku gashato dahaaro kaamila markaad ku gashato kadib weysanaa markay kaa burto qaarka oran baad ka weysaysan lugahana saasaad u masaxaysa siibi mayso waba dhaqi mayso mutafaqun caleyh wa fii riwaayatin wacalayhi jubbatun shaamiya jubbad shaam loo nisbeeyey ayaa yani uu nabigu qabay taasoo dayiqatul kummayni kumkeeda uu cidhiidi yahay halkaa gacanta yani kumkeeda aya yaa cidhiidi ahoo dee lama laabi kara hoos uma laabmayso gadaal uma laabmayso oo ilaa daqalka kartiisa ma tegayso gacanta waa cidhiidi dee sida jubbaduhu ma u badan yihiin marxaba wa fii riwaayatin ana hadihi lqadiyati qisadan kaanad waxay ahayd fii qadwati tabuka sanadii sagaalaad ee hijrada qadiyadii tabuka ayay dhacday baa laleeyahay baabu isticdaabi lqamiisi qamiiska in la xirto sunnanimadiisa halka laga gelaya qamiiska in la xirto waa sunna dharka wanaagsan ba waa yani hay-ada fiicane sunnada nabigu weliba ka mid yahay qamiiska xirashadiisu can ummi salamata waxaa laga wariyay radi allahu canha qaalad waxay tiri kaana wuxuu ahaaday axaba siyaabi dhar midka loogu jecelaya ilaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam alqamiis qamiisku nabigu dharka ugu jeclaaday aya marka hadee sunnada nabigu inaad ku dagaaso way fiican tahay oon xirato waa rawaahu abu daawuud baa wariyay tirmidi waqaala wuxuu yihi xadiisun xasan baabu sifati duuli lkhamiis khamiiska dhirirkiisa sifadiisa iyo walkumi kumkiisa inta lala ekeenaya waa gacanta walisaariga isguntiga meesha la geenaya wadarafi lcimaamati cimaamada markaad duubato baraf jiiddeeda meesha aad geenaysa wa taxriimi isbaali shayin shay inaad raariciso aada u dheerayso oo min dalika kaas ka mida khamiiskii iyo macwiistii iyo cimaamadii calaa sabiili lkhiyaraa adoo ku xaragoonay wa karaahiyatii min hayri khiyaraa haddaana ku xaragoonaynina waa karaaho inaad aada u dheerayso hoos u dhigta wa inaad kor u qaataa sunnaa xoogaa can asmaa waxaa laga wariyay bintu yasiid alansaariyati radia allahu canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaday kumu qamiisi rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam khamiiska nabiga kumkiisu kumka waa gacanta meesha ay ku egtaalida khamiiska gacantiisu ila rusqi laftaa rusqiga la yihahdee marxaba waa marka lacagta yani meeshaan kuuca ee gacanta yani kafkeedu ka kala baxayo hanqowyaha gacanta ya hanqowga lugta waa midka gacanta halkaa kuucaas wey hanqowga uu iska dhex waayo halkaasa la geli kuuc iyo buuc iyo rusqi iyo waxbay sheegi jireen marka marxaba kuuca waa labtaas weyn ee faryarta la xidhiidaya halkaas gacanta kafkeedu ka bilaabana halkaasuu jeeli jiray saasaa u banayn jiray in horay loo sii dhaafiyo waa laga fiican yahay dalaal hadii haduu u dhaafana wuu gaabanaya weer foolxiya halka halkaasuu ku ekaanay rusqi rawaahu abu daawuud baa wariyay turmid waqaala wuxuu yihi xadiidun xasan wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sal alayh wasalama qaal man jara ninkii jiido sababu maradiisa khuyalaa harago ninkii u jiido marada usuulada jiisoo dhulku ku jiidaya haraguna u yeelaya lam yandur illahu ilaahay ma fiiriyo ilaya xaggiisa yowma qiyaama waa nadra raxmati wey nadro oo naxariisa ilaahay ma eegay fa qaala abubakrin wuxuu yihi radia allahu canhu yaa rasuul allah ina isaarihi oo isguntigeenu yastarkii buu iga raaracsanaya dhulka unbuu iska aadaya dad baa guntigiisu saa u kala beeraanay markaad guntata yimaado mara fiideedi baa dhulka joogto midna kor bay aadays waa gunti xumo waana makatabaroase guntigiisaaba noocaasa soomaa marka way iga raaracsanaysa abur ilaa ana tacaahadahu inaan aada ugu jadaalo oo aan kolba kor uga qaado oo aan aada usii fiiriyo noorgiyo haddaan masaa isaga xiray iska dhaqaaqo fiidin baa dhulka tegeysa way kala beeraanay arrintaasi waxay noqonaysaa waciidka masogeeda
وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أنا لست مثل لمن يفعل وخيلا أي عدا كل كفجي زمع كل حرق المسلمين يتأوضع نسو قليل سجنه عليه السلام رواه البخاري ورواه مسلم بعده وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى يدير ما يوم القيامة إلى من قف جر إزاره يسكن في سنسي وقطرا لأجل بطر كل سنسي كيف يكون رسو وجينه متفق عليه وعنه عليه وعلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين لولا أن قوحي كهوصيه من الإزار ويسكن فيها وفي النار نار تبوى هذه لولا أن قوحي كهوصيه ويسكن فيها أدهرتي ففي النار هو آيه انت سوى النار تبعات ومعنى وحاولي قفت دمتك أوسميه سببتي سألو عذاب يايا وحا أنك وكهوصيه وحرقك أوسميه عذاب أشجيره أما ما لولا أن قوي الكواس هو ماشي وكو عاسية قف عمل كو عاسية ولا لا عذاب عليه لولا أن قوي الصلاة لا عذاب لا عذاب لا نار له دليل لولا معناه وكيف سلا مرك اللي يوارجهم ما هذا مركه أن قوي أهو حين الواس كمر كمر يا من في عينه وارجع لكن دمر كأيه هو كي يجي كل يوم مرة من قوي هو اللي هو هذا اللي عنده ما أي أي مرعى رواه البخاري وعن ابي ذر وحلقه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه صدح لا يكلمهم الله اله الا احد من ماي يوم القيامه ولا ينظر اليهم مصفر الا نظر رحمته ولا يزكيهم ذنب ولا مطير يوم ضافيه ولهم بحيله العذاب العذاب اليم حنظ قال وحير ابو ذر فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله هو اقريه ثلاث مرات صدح قربك عليه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة صدح قربنا وكعلي قال أبو ذر وحي المركز خابوا ويهوجين أو وخسروا وخسارين من هم يا رسول الله صدح لا واقوة وابقوا وخسارين قال وحي المركز المسجل كنعوس الرابعية دولك ديني والمنان متك من نشاهد كفلا يا أحمركم واحد الحيوة يشيشينه فريد يصلح قوانا سيدنا فريد يوحي أن تسيين ويسأل مين ما أنت تحكمه سيين جدا وقوع المنظر منان بالي منان صدق لي صدقت أبرو يا أيها الذين آمنوا لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والأذى يا إلهي بالمن من الشيئة دي والأذى تبع كبرين صدقات كبرين آي آي منان كأسير قاس هو قليا والمنفق سلعته فاتكو هنا صدقات الشيئة بأبريد حتى أقول لكم شيء كله ولو يعني صدق الله يجي كم شيء جاه بره واحد أساسي يعني بعض الشيء جاه معه كم شيء مرحبا برك يحوي إن صدق الله قرأت عارف يا عم حوانا على كل شيء طبعا على كل شيء إذا لا يقدر في الدولس هي أول من فوق سلعة وبيع علي سمتها بحنا يا دكان في حكومة يا بالحال في كذي دار بينه والله إن الناس يقول لا لا إن الناس تتبعي لا إن محبو يجي وما ترفع بل بل دار أبو ما ترفع بل بل إلى يقوقر دار يعني كل يعني كل واحد لا يقوقر دار كل كيري دار تأوقف إلى دار بين إلى دار كان بيبني ما كي هو قال إنه هو قال يعني ودي وحده يقول جري هذه تاسع سوسي وركو دار ده وابد إنه وسك قال يستأود عندي هذا واحد واحد كسر كتارة قال وقوم بنان ده لكن بينه نسيب تاسع يقوم في دري والله واحد سهيل تاسع سهيل هذا رواية فاسدة كسرت اليم يعني الحلف رواية مرحبا منفقة للسلعة ممحقة للبركة منهم طيب على الكاف يعني وعطاء دار فلنت وأمين يا ولا دار جدلي لكن ممحقة للبركة بعد ما بركة لك قال وحال يوم دو واحد بيسر راعون غني رواية مسلم وفي رواية له المسلم المسلم إزاره يمت العروس دوك تجيب يوم مثل ما عروسة دوكو كجي دوكو حرقوني فدوا رجدي حوالك عبدو دوكو كجي دوكو حمد وملك حيث يقول إن الوهو بقريان باب المجيني الله إني بنانك كيانان لغرب حوالكو أيها أول مرضى يجب اسكبا قابلين والذي يقول أنك وأجيسا من اسكجون في يعطينا فرق كسي دليسا مكاسي هالكا في نزل لغب سلسة إذن يقول دماغ فلاك يكسا بعيان سأنتحان ما محيك إليني إذا ذكر الله بس يسكتي سلقات فرعية. مركا إنا قلت جيسة الله إن كاسو بحن ساسا ونسمى وفي عن ولي بالله وانت الله دعو روي وجد الله كثرا
lugaha ayaa ka daray, qaar indhaha xirinayo laguu banaynayay kala duuri ayahay. Wejiga khilaaf baaba ku jiro oo cawro weeye iyo ma aha. Inta salaad harta iyada inuu banayn karaan waa isku raacsan yahay, laakiin markii salaada laga baxo culimo qaar baxay inay mutlaqan ba cawro ma aha, adilay usoo dalisanaya ilaa maa dahara minha, yuu usoo dalisanaya ilaa maa dahara minha. Wejigaa ka midow wejiga iyo labada kab kaasi caadi baa lanaya intaas, adilo fara badan baynu soo dalisanayaan. Laakiin jamhuuru lculamaa waxay qabaan inay cawro tahay, waa la qarinaya wejiga xataa markay salaada ka baxda meelba lagama arkay. وعن ابن عمر وعلى الله عليه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال رارعين ورارعين في الإزار والسكنت ودلك اللي وجيده يا والقميص قميص ودلك اللي وجيده والعمامة عمامة الله داري مروين بكتو وتمكاس عمامة في دي بات الكاس برياي تجام ودبركا من جر منك يجيده شيئا شيء خيلاء لأجل خيلاء حرقة ترتنوك أسمعيه لم ينظر الله إليه إله مفيرنا يوم القيامة. رواه أبو داود بوري النسائي في إسناد حسنين مقولي عن أبي جر وعن أبي جري وحال بوري جابر بن سليم رضي الله عنه قال وغيره: رأيت عارك رجلا يصدر الناس ضدك أي كسف ليان عن رأي فأيه من يعني الله إيمانا يضدك أي كسف ليان كلب الله إيمانا يحرم لو يدين علمي على يقعدني لا يقول شيئا شيكم وقوله إلا تدروا عنه دفع وقالني أن رأيك تبع لقالني. قلت وحان ربو لمن هذا منك واقو فك أفد يومي. قالوا وعيد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولك الله تسأل لي. قلت وحان ربو عليك سلام يا رسول الله عليك سلام من الدليل تسأل الله يا رسول الله مرتين لما ضربني. قال وحين الله تقول هذه عليك سلام عليك السلام تحية الموتى فتك بنتي لها لقو سلاماي عليك السلام وتحية الموتى فتك بنتي سلام تولي وإيها سلا هذه بيبن أي قل وحاطر على السلام عليك سلا دوك عليك السلام هذه عليك السلام. قال وحي المركع وجابر بن سليم قلت وحاني أنت رسول الله أدو رسولك إله مياتا. قال وحي من وعن رسول الله رسولك إله بانه الذي رسولك أسوء إذا أصابك ضر نبع دينك قرد عقوة فدعوته إله أكبر إذا كشفه عنك إله كافي يا أنو عن رسولك إله رسولك إله يو هدي إنت إتبعتك قبطة الإله كبر إذا إله يو رسولك إله كبر يا فرمنا إيا حق عفتا وكل يا الكوبر يجب كان يقفه إذا تأثر هذا فشفه عنك أي وكافي لي حديثك هو صريح أي في التوصل توصل كفوعا يا سماء والاستغاثة نبك إن قلت توصلك لإله إذا الكوبر يكرم حديث صحيح عفير هذا أي ولي يفير الذي رسولك أسوى إله أصابك الدر بلا طوك أسيره فدعوته إله أنت إلهي أكبر لنا أنبتها لك لماذا بأي الله يكون سوصاري هاي ذات إلهي أكبر. وإذا كنت هدات كنت وانتها بأرض فقر بأرض قفر كل به قوية. وإذا كنت هدات بأرض قفر كل به قوية أو عدلة أو فلاسل اسم عنوي كل عدلة أو به قوية أو فضلت راحلتك جديد كاجبها فاطمة قاليك آل ودتي يا كادمي وفدعوته إلهي ما كبري إلهي ورسولك هذا كبري قال لي إيه سعيد كردها عليك أيضا كواب جاكت بلد إلهي ما كو سعيد. قال وحو يد مركز جاب بن سليم قلت وحانوري له نبيك آية احهد إلي آية إلا فإيدر دار مني إيدر دار بل جينتو حيلا شك. قال وحي النبي لا تصبن احدا روحنا عين ولا روحنا عين سئل العين زين ربان قال وعاي لكن روحنا عين. قال وحي جابر بن سليم جابر بن سليم وحي يري وما سببت مع عين بعد النبي هذا كان مركو يري بعدي حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتم ولا واحد مشي روح وحيوان الهي ولا واحد مشي من حر أي قف أدونا من نوع كمشي معي بعير ناف قيل لي ناف عريا من نوع حولا حتى وحوته وشي قلت
ولا تحقرن النبي وحقرن بو يري من المعروف وحا وناغ يا خير كو اسمين سنه شيء شيء لا تحقرن حقرتان معنى هي ليسن وي وح خير او احسان او سمين لا يوكل يران انه واحد معنى ما له واحد سجل هذه وي سباو وان تكلم اد بهذا الشيء لاخاك ولالك الله هذا الشيء لو شيكيتت والحال انت ادو منفصد اليه منفصد اليه مدو افر حي اقصلي ويا وجهك وجهك وكل هذا سبيلي ولالك وجه فرفرن وقصلي اكلها شبا الله كدغي وصدقه معروف هي ريسن ان ذلك كاس من المعروف بكم ديا هذا معروف بكم ديا ولغا وح وناغا هي ريسن وارفع ادارك ومناسبه الحديث باقي لو المحل جاي باقي وي وارفع ادارك وجنتك كر قادلا نسيسا هلكاس خوغ برتن جيتا اجي فان ابيت هذا ديدو وهلكا خوغ برتن جيتا اجي ويدا فالى الكعبين ان قويها ان كوجوج هدافين وياك اديغي وحنكا وكلا ديغي وحنكا ديغيا ويس بال الازاري هو كنتي ولا راريو كل كلاغيو فانها ايد من المخيله حرقت كبرك يا شافرتك كي كم تاغ حرقت او مخيله روح لغا جيسي هذا انت مدد نوكو كجيدي وحرق وإن الله إلهي من الله يحب مدع له مثل وابي المخيلة تحرق ذي يكيوكو وإن امرؤ قفشة تبك هذوك عايف وإن شتبك امرؤ وإن أحد من المشركين سجارك وكلو وإن شتبك هذوك عايف امرؤ قفشة تبك هذوك عايف وحيرك أوكو عيبي بما شيء هذوك هو عيبي يعلم أوكيه فيك أدق فيك هذا وأوكو أوكيه وكو عايف فلا تعيره أدوها عينين نوع بما تعلم فيها كوكتاوي وحو كوهو أغي أدوها كوهو عايو عيرت إحمان تأوليه أدوها كوهو عايو كوهو عايو فإنما وبال ذلك عليه أصدق أمبا باتك سكون نقول ياهي بلايين سكون نقول ياهي أدوها بها عايو كده سكتك رواه أبو داود باوري وترمذي بإسناده صحيح قال ترمذي وحيد حديث حسن صحيح وي وعن ابي هريره وعلى قوله رضي الله عنه قال بينما الرجل يصلي بينما وقت الرجل يصلي وتكري مسبلا اسغو راري اداره وسكنتي ودولك جاي قال له رسول الله وحيد صلى الله عليه وسلم اذا فتوضا قرر سوي تيسو الصلاه دي مالسو الصلاه تكون قومون دين اورنل سوي تيسو ويسات سوبلو فذهب هو تغي فتوضا ثم جاء ويمي فقال له وحيد اذا فتوضا قرر سوي تيسو فقال له الرجل بحول يا رسول الله ما لك حاكو عن امرت وادو امرت اي توضا اللي قال معوس امور لها جيسي ديك معوس دوك جايه ويسن مكبريتا هذا امرت ويسن هذا نبي السؤال ثم سكت عبد وكام زينب قال وحو يري نبي وحو يري مركز انتو كام زينب وهذا لا هذا قال وحي انه كان يصلي وتكن ينين كان وهو مسبل حتى هو راعي اداره عوسي ودوك جاي وان الله اله لا يقبل ما اقبل صلاه الرجل المسبل من مرضي سدولك جاي تشونا جاي سيدنا ثلاثه الى بابا قرنا له قال تعالى دول يا هي مرحبا حديث هو زجري على ظاهره ما مرضه نادى تلك جاي سويسد كافر ميسه ولغا في عينها لكن ترى وين تلك جاي سلوه مرك مرض كرو قال ايو مرك غير دوره سوي رواه داود باوري بإذن الله صحيح على شرط مسلم بكوري ويحتمل ان يكون الامر بوليه ابن علان امر كان النبي امر باعاده الوضوء ويسد انه سو عليه ويا ولل اخلال وحضور دم وبلمعه ومن اعدائه وباخلال طهاره الله يصح الوضوء فحل ليه marada umbu hada inuu dhulka geystay umba la arkay moog markuu nabi soo weeyay sayleeyay weysadiisa inay kaamil ahayn baa laga yaabaayo lugtiisu wuxuu ku arkay meel aan gagan lugtaade meel ka gagtay inuu weysadi fa in la taam yelmo weysadi ma saxayso soomaa saasa suura gali kartuu leey walam yumar nabi umuna amrina bi aati salaat salaada soo celi muusa leen laanaha al nafru salaadu sunnah yahay marka ayadoo sunnah ah waxba yaani soo celi lama dhigo إن الله لا يقبل صلاة الرجل المسبل نمحل وجهه والمراد من قوله لا يقبلون لا يكفر ذنوبه ولا يثر قلبه من الآثام وإن أسقط عنه طلب طلب كيف حكى دعيه لا ده واجب كيف حكى دعيه لكن ثواب في اللي قربي كهل ما يؤجر نكهل ما
dambigiisa lagu dhaafi maayo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.